وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد أحمد عادل الذوادي، رئيس فرع الترخيص بشعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل. نرحب فيك رائد أحمد في نشرة أنباء الثالثة، ولو تحدثنا بداية عن جاهزية قيادة خفر السواحل في استقبال مناسبات المملكة، وخصيصا بمناسبة رأس السنة الميلادية والمقرر لها منتصف ليل 31 من ديسمبر الجاري. بداية شكر لكم والاستضافتي على قناة تلفزيون البحرين. وبالنسبة لهذه المناسبة، مملكة البحرين ستستقبل إن شاء الله رأس السنة الميلادية 2024، ونتمنى من الجميع قضاء أكثر وقت ممتع وآمن سواء كانوا مع الأهل أو الأصدقاء. ولله الحمد جاهزية قيادة خفر السواحل تمت بتنظيم مسبق لهذه الفعالية، لذلك دورياتنا منتشرة في مواقع الفعالية الموضحة في الخارطة لتأمين هذه المناطق وسلامة مرتادي البحر. نعم. رائد أحمد، شروط الالتزام بإرشادات السلامة البحرية لو تحددها لنا. طبعا على مرتادي البحر عند الإبحار إلى موقع الفعالية الالتزام بإرشادات السلامة كالتأكد من صلاحية القارب قبل الإبحار، التأكد من وجود أدوات السلامة قبل الإبحار على متن القارب، عدم الاقتراب من منصات الألعاب النارية وترك مسافة آمنة بينها، التغيب بالسرعة الآمنة أثناء الإبحار وترك مسافة بين الزوارق أثناء رسوها في المنطقة في منطقة الفعالية. وبالنسبة للدرجات المائية يمنع إبحارها ليلا طبعا كما هو موضح في القرار الوزاري، وننصح مرتادي قوارب التجديف الكايك بالالتزام بالأماكن المخصصة لها. نعم. وفي حال طلب المساعدة طبعا الاتصال بمركز العمليات البحرية على مدار الساعة بقيادة خفر السواحل على الرقم 17750 أو على الرقم الساخن 994. نتمني إن شاء الله السلامة للجميع. نعم. رائد أحمد عادل الذوادي، رئيس فرع الترخيص بشعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل، شكرا جزيلا لك.